للمزيد حول حالة الغضب العارم التي تجتاح العراق من قبل الطلبة من جراء قرارات وزارة التربية الحالية في ظل الحالة الصحية التي يعيشها العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة الأكاديمي المتخصص في شؤون التعليم الدكتور سلوان العاني. دكتور سلوان، بداية مرحبا بك. على الرغم من أن وزارة الصحة الحالية تصف الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق تصفه بالخطير، تصمم وزارة التربية على إجراء الامتحانات للطلاب في المدارس، يعني هل تعمل الوزارات بمعزل عن بعضها البعض وبدون أي تنسيق أم ماذا من وجهة نظركم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يجب أن نركز على موضوع أنه ارتفاع عدد الإصابات، هذه حالة غير مسيطر عليها في كل دول العالم. مثال بسيط ذكرتوه في تقريركم أنه في العراق ارتفع العدد إلى 5000 أو 6000 إصابة يوميا، وعدد سكان العراق 40 مليون، في الوقت اللي الأردن جارنا 10 مليون نسمة، ووصل عدد الإصابات اليومية خلال الأسبوع الماضي من 9 إلى 10000 إصابة. إذن هذا هو الموضوع، زيادته ونقصانه رهين بأشياء كثيرة، منها وعي السكان وتطبيقهم للأصول في الإجراءات الوقائية والاحترازية. نحن نقول أن وزارة التربية يجب أن تنسق مع وزارة الصحة، هذا أولا. ثانيا أن تكون مع وزارة الداخلية أو ما يسموها بخلية الأزمة. الإجراءات الوقائية الآن يجب أن تكون المدارس مهيئة من ناحية التعقيم، من ناحية تطهير الفصول قبل ما يبدأون الطلبة بالدراسة، التباعد الاجتماعي، المسافة لا تقل عن متر ونصف بين طالب وطالب، ارتداء الكمامات، قد يكون بعض الطلبة ليس لديهم كمامات، المدرسة ملزمة بتوفيرها عند دخول الطالب إلى المدرسة، مقاييس قياس درجة الحرارة، لجان يجب أن تكون امتحانية، ليس فقط لجان امتحانية بالمراقبة على الطلبة، إنما هنالك طلبة يأتون ومشكوك فيهم ارتفاع درجة الحرارة، أمراض مزمنة، هذه كلها يجب أن تكون هناك لجان امتحانية متخصصة لاستمرار إخضاع هؤلاء الطلبة للامتحان أثناء الفترة المحددة. هذه الإجراءات الوقائية إذا اتخذتها المدارس من خلال وزارة التربية ما توفرها من إمكانيات، سيكون الطالب في أمان، وهو طبعا ضروري أن يكون هذا الامتحان لكي نقيس مدى استفادة الطالب من المادة الدراسية. طيب دكتور سلوان، يعني تحديد وزارة التربية موعد الامتحانات في 20 من شهر آذار، يعني هل درس هذا الموعد مع الحالة الوبائية التي يمر بها العراق؟ كيف تنظر إلى موضوع هذا الموعد وتحديده؟ الموعد اللي حدد طبعا هو حسب ما فهمنا أنه خلال 4 أيام من تاريخ صدوره، طبعا هذا لا يجوز في حالات الحياة الطبيعية، مثل ما تفضلتوا أنه مقررات وزارة التربية في عام 1987 تقول أنه يجب أن يكون 14 يوم على الأقل قبل موعد إجراء الامتحانات، لكن أنا أفهم أيضا أنه الوزارة أجلت أو يعني حولت الدراسة من الحضور اليومي ليوم واحد على ضعف هذا الإجراء إلى دراسة عن بعد، الدراسة الافتراضية أو على الإنترنت. فالطلبة حسب ما فهمت أو واضح أنه هم من شهر لا يقومون بأي تدريسات في مدارسهم، وإذا كان أكو شيء معتمد على ما يسموه بالجوجل كلاس روم، وهذا يعتبر تطبيق جيد عندما تكون أنت قادر على توفير شبكة اتصالات قوية. في حالة ضعفها، في حالة كما موجودة في العراق وتباعدها، طبعا تكون هاي العملية فاشلة. أما الاعتماد على الواتساب والفايبر، هذه لم توضع هذه الوسائل والقنوات لامتحانات واختبارات الطلبة، وسنتكلم عن ذلك
فيما بعد. أقول أنه يجب أن تدرس وزارة التربية إجراءاتها وماذا قدمت، وأهم شيء أن تكون هي مطمئنة أن المادة الدراسية قد تم تغطيتها للنصف الأول من العام الدراسي. في ظل هذه القرارات دكتور سلوان، يعني خرجت أيضا تظاهرات طلابية في عدد من المحافظات تطالب بتأجيل الامتحانات، ألا ترى أن القرارات يعني التي تصدرها وزارة التربية غير مدروسة وتؤدي إلى يعني الفوضى؟ شكرا على السؤال. الحقيقة هاي المحافظات يعني المنتفضة والتي لديها أسباب موضوعية لرفض يعني وجود السلطة في تلك المحافظة لأسباب عدم قدرتها على إدارة الأمور، هذول محافظات حقيقة تعاني من ظروف شظف العيش، يعني لا يوجد لديهم عمل، لا يوجد لديهم يعني توفير خدمات، تدري الطرق، يعني خدمات كثيرة غير متوفرة، ناهيك عن عدم وجود الأجواء الحرية في التعبير عن الرأي. يعني اليوم اللي يطلع مظاهرة حسب ما عرضته وكالات الأنباء يتعرض إلى الضرب بالرصاص الحي. طيب احنا نقول انه دولة تحولت ديمقراطية وبدأت تأخذ منحة، ولكن اين الديمقراطية؟ الانسان اللي ما يعبر عن رأيه لا يجب ان يواجه بالنار والحديد، يجب ان يفهم ويرسل. كذلك نسمع ان نقول انه هذه المحافظات سيكون هناك لجان تحقيقية للتحقيق، اين نتائج التحقيق؟ من هو المتسبب في قتل هؤلاء الناس وضياع هذه الأرواح الزكية والدماء الزكية من البلد؟ فأفترض أنه في هكذا حالات كما تستثني الوزارة إقليم كردستان، يجب أن تضع لها نوع من الخصوصية لهذه المحافظات بحيث توفر لها الرعاية الإضافية والاهتمام الأكثر لهذه المحافظات لكي نشجعهم على أن ينضموا إلى هذه الامتحانات، الامتحانات المركزية، أو خلينا نقول امتحانات نصف السنة. طيب أخيرا دكتور سلوان، هل تعتقد في ظل هذه الظروف وهذه التداعيات أن المنظومة التعليمية في العراق ممكن أن تحقق مخرجات تعليمية مستهدفة؟ نعم، الحقيقة أنا يعني غير متفائل بهذا الكلام، لأنه لم تنجح وزارة التربية لحد الآن في وضع منصات تعليم افتراضي. الافتراضي تعليم هنالك الدول المتقدمة والحضارية وضعت أو استخدمت تقنيات تسمى المايكروسوفت أوفيس، هذه طبعا بيها تسهيلات أو برامج، أكثر من 25 برنامج، منها المايكروسوفت تيمز، هذا اللي يتم تبادل إلقاء المحاضرات وتبادل يعني المناقشات بين الأستاذ عضو هيئة التدريس والطالب، وهناك ما يسمى بالفورمز، هذا يرسل نتائج امتحانية أو أسئلة امتحانية للطلبة يقومون بالإجابة عليها. في ظل غياب هذه الأشياء وفي ظل يعني عدم توفير وسائل الاتصال الحديثة وفي عدم وجود سيطرة مركزية من قبل الوزارة وتركها سائبة اعتمادا على الأستاذ، يعني مهما بلغ الأستاذ من الكمال سوف لن يفي بمسيرة تعليمية، وعليه احنا في ظروف صعبة. يفترض الدولة، متى ستكون الدولة متفرغة لهذا النوع وهو التعليم الذي يبني البلاد ويعزز من مكانتنا بين الأمم ويخلق مستقبل يعني مستقبل نطمح كنا جميعا أن يكون كما كان العراق دولة نموذج في التعليم. ففي هذه الإجراءات يعني أشك في أن التربية ستنفذ الامتحان وسينفذ الطلبة الامتحانات، لكن سوف لن نرتقي بالعملية التعليمية لما يجب أن تكون عليه. أنا سمعت تصريح لوكيل الوزارة يقول أن الطلبة يركزون على امتحانات نهاية الفصل. نشكرك شكرا جزيلا من الدوحة الأكاديمي المتخصص في شؤون التعليم الدكتور
سلوان العاني.